في حالنا وبتبدلنا
تقدر تقول لي انت صاحبك ده كان هيحقق كل ده ازاي وهو قاعد عاطل وعايش في الجحر اللي هو عايش فيه ده؟ لو انت بتحب صاحبك ده حقيقي سيبه يعيش حياته اللي اختارها وعيش انت كمان حياتك. لا، لان عمري ما هقدر افكر بطريقتك دي. انت عارف يا باشا انت بقيت عامل ازاي؟ بقيت عامل زي مصاص الدم، عشان تعيش لازم تمص دم كل اللي حواليك. تعتمد في ايه اكتر من كده؟ عموما برضو مش هزعل منك يا ضويا، لانك ابني حبيبي. ها، عارف يا ابني لغة العقل والمنطق بتقول كل ما انتهى على خير فهو خير، واللي عمله صاحبك سبعاوي ده خير ليه ولأهله وليك انت كمان ولكل اللي حواليك، يعني خير للكل. منطقك ده منطق غريب ومجنون زي كل حاجة في حياتك. ماشي، حتى يا ابني لو الكلام اللي بتقوله ده مظبوط، المهم هيوصلنا لبر الأمان. عشان خاطر يا ضيا، خاطر كل اللي بيحبوك، فكر في الكلام اللي قلته لك عشان تقدر تعيش حياتك من اول وجديد وكأن مفيش حاجه حصلت. واذا ممكن يا ضيا، صدقني يا ابني ممكن، والله ممكن. يلا يا حبيبي اطلع لنا، تصبح على خير. ماله ضيا؟ لا مفيش حاجه، يعني شيء طبيعي انه قلقان. هو انت مش قلقانة؟ مفيش حد قلقان زيك. معلش هات. ساعات بتحيرني يا ابو العز، بحس ان ليك قلب وبتحب وتكره زي البني ادمين، الا لو كان حبك لابنك راجع لحبك لنفسك، يعني برضه نوع من الانانيه. ضيا ابني كل حاجه في حياتي يا مدام، ده امتداد ليا. اذا كنت هتسمي دي انانيه سميها زي ما انت عايزه. رايح فين يا ابو العز؟ تقريبا يا مدام مش هيجيني نوم، رايح افضي دماغي من اللي فيها باي شكل وفي اي حته. رايح لها؟ تقريبا يا مدام المساله دي ما عادتش تفرق معاكي بعد ما فضينا الشركه اللي بينا. اللي بينا يا ابو العز ابننا ضيا، مش الفلوس ولا الشركات، اللي بينا عشره، عشره عمر. حيرتيني معاك يا رجاء، أنا ما بقيتش فاهمك. لأنك مش شايف في الدنيا غير نفسك وبس. ماشي، اديني بس فرصة أطلع ضيا ابني من اللي هو فيه وبعدين نتفاهم. حقيقي يا ولاد كل شيء وله آخر. دلوقتي بس ممكن أقول لكم تطمنوا، ظهور إبراهيم شطة وشهادته مع شهادتي هيغيروا شكل القضية، وأكيد ابن ابو العز هياخد جزاءه. ايوه يا ماما بقى، ونخلص من الهم اللي احنا فيه ده، ونروح ونيجي ونعيش حياتنا كده من غير خوف، وتناموا وترتاحوا وتسيبوا باب الشقه مفتوح كمان. انتوا عارفين ايام ست الله يرحمها باب الشقه ده ما كانش بيتقفل ابدا، الجيران كانوا داخلين طالعين علينا طول النهار، البيت كله كانه عيله واحده، قلبهم على قلب بعض. لو حد اشتكى تلاقوا كل الجيران عندهم بيطمنوا عليهم ويواسوه. ده كان زمان يا ماما، دلوقتي احنا بنبقى قاعدين ما نعرفش مين فوقينا ومين تحتينا، ولا حد بقى بيسال على حد ولا حتى القرايب. طب ده انا نسيت شكل عمتي شكلها ايه. طب ما تروحي تزوريها يا فالحه انت واخوكي. وهي ما تجيش تزورنا ليه؟ احنا برضو مش ولاد اخوها يعني. عارف يا ايهاب، ست الله يرحمها كانت دايما تقول معرفه الناس كنوز، وجنه من غير ناس ما تنداس. اه بس مش مع الناس اللي احنا عايشين معاهم دلوقتي. ايهاب مش كل الناس وحشين، في ناس كتير قوي طيبين. والله ما حد طيب وحنين غيرك، وده سبب كل البلاوي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ها، عملتوا حسابي في الشاي ولا نسيتوني كالعاده؟ وكنت داخله صحيك يا طيبه. انتي بتريقي عليا؟ مش عاجبك ولا مش مصدقه ان انا طيبه؟ لعلمك انا لو مش طيبه وخايبه ما كانش جرالي بيجرالي ده. تضحك على ايه؟ مش مصدق ان انا طيبه؟ معقولة؟ أنا مش مصدق؟ ده أنت ست الطيبين. دنيا حوشي غلاسة ابنك عندي لو سمحتي على الصبح. وقال لك حاجة يا هند، بيقول لك يا طيبة، مش أنت طيبة برضه؟
بالك يا ابراهيم. خلي بالك من هشام ابننا، انا مش عايز اطلع صوره مني خالص. هو في حد في حنيتك وطيبة قلبك يا ابراهيم؟ هترجع لي وانت اللي هتربي هشام. يا رب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ثانية واحدة من فضلك، ثانية واحدة. انتي شفت الدنيا يا ابراهيم؟ انا اللي جاية لك بنفسي، ما انتش محتاج تدور علي، بس جاي اقول لك من قلبي سلامتك وتشكر على كل اللي عملته معي. وانا عندي وعدي اللي وعدته لك وعدته لعبد الهادي بيه. هنستناك كلنا يا رب. انا الهام مرات ابراهيم، ما تعرفتش بحضرتك. إن شاء الله يقوم بسلام. قتلت سوكا؟ الله، إيه يا باشا؟ مالك مخضوض قوي كده؟ طبعاً لازم أتخض. هو اللي عملته شوية يا سلامة؟ ده أنت قتلت يا سلامة. قتلنا يا باشا. معلش، التحديد في الأمور دي مطلوب. وأنا اللي كنت قلت لك اقتله؟ شوف يا باشا، عشان حضرتك تعيش في امان، انت وضيا بيه ابنك كان لازم سوكا يموت، ولو هيما الشبيح ظهر برضه هيموت. كان لازم بقى قبلهم من بدري قوي، دنيا نفسها لازم تموت. يا باشا ما ينفعش تمسك العصايه من النص، احنا مشينا خطوه في مشوار ولازم نكمله للاخر. ده انت مجنون عنف بقى وانا مش دريان. يا ابو العز باشا، قضية ابنك مش هتتحسم غير بالعنف، وانت سيدي العارفين العنف ملوش نهاية ولا حدود. سلامة، لو جدت في الامور امور، انا ماليش دعوة باي حاجة، انت المسؤول. للاسف يا باشا محدش هيصدقك، لان انا ماليش مصلحة. يعني ايه الكلام ده؟ انا بدأت مشوار، سيبنا اكمله، بس بطريقتي انا وبالاسلوب اللي انا احدده. شبح العنف والبلطجة يهدد الشارع السياسي. العنف يختال براءة الأسرة المصرية. أسبوع القتل والتقطيع وغيرها وغيرها من العناوين اللي مالية الجرايد بتاعتنا كلها، وده مؤشر واضح جدا لحالات العنف اللي بقت داخل الأسرة المصرية، وده نتيجة للتغيرات السريعة اللي أصابت الطبقة المتوسطة، واللي اضطر البعض منهم للسكن في المناطق العشوائية في ظل ارتفاع معدل الأسعار. وده مش كلامي أنا، ده كلام الدكتور حسنين كيشك الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية. والسؤال الأهم دلوقتي، لفين هيودينا العنف ده؟ يعني إيه؟ مش هياخدوا بأقوالي في المحكمة؟ مفتكرش. طب ولا باعتراف إبراهيم إنهم دفعوا له عشان يقتلني؟ ما هي دي قضية تانية هيتحاكم عليها إبراهيم، بس حلينا بقى عقبال ما يثبت إنه شرع في قتلك لحساب أبو العز. مش ممكن. طب والراجل التاني اللي دفعوا له عشان يقتلني واتقبض عليه؟ سموه ايه؟ ايوه يا دنيا، سوكا مات في التخشيبه بوجبه مسمومه، ولغايه دلوقتي مش قادرين نوصل مين اللي بعتها له، بس واضح قوي ان العنف هو اللي هيحسم القضيه دي. انا مش قادره اصدق اللي بتقوله ده. لازم تصدقي. اصدق ايه؟ اصدق ان ارواحنا بقت رخيصه للدرجه دي؟ للاسف هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه. انا عايزه اروح، روحني لان الدنيا بتلف بيا. حاضر. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. شقة مدام دنيا؟ اه. حضرتك؟
لا انا اختها، بس هي على وصول. اي خدمه ممكن اقدمها لك؟ انا جمال حجاج زميل الاستاذ فؤاد السيد في دبي، وبعت معايا حاجات لابنه وبنته. اهلا وسهلا. من طرف الاستاذ فؤاد. اتفضل اتفضل. شكرا. حضرتك تعبينك معانا. اتفضل. اتفضل حضرتك واقف لي. اتفضل يا ايهاب. بسمه. ايهاب وبسمه ولاد الاستاذ فؤاد. اهلا بيكم. بابا كلمني عنكم كتير. بابا بخير؟ ما قالش لحضرتك هيرجع امتى؟ هو ان كان عليه الود ود ويرجع لكم فورا، انما بقى الشغل ونظام الاجازات هم اللي مانعينه. حضرتك واقف ليه؟ اتفضل ارتاح. اتفضل. شكرا. اتفضل. وحضرتك نازل اجازه قد ايه؟ شهر. معقوله؟ شهر بس؟ هتلحق يعني شهر تقعد مع المدام والاولاد وتشبع منهم؟ انا لا متجوز ولا عندي اولاد. معقوله؟ الشاي يا بسمه. انتي ما قمتيش عملتي الشاي ليه؟ ولا تحب اعملك نسكافيه بايديا؟ نسكافيه يا مدام. لا انا انسه اصلا، انا لسه ما اتجوزتش. اهي دنيا جت. دنيا اقدم لك الاستاذ جمال، جاي لنا من طرف فؤاد من دبي وجايب لنا حاجات معاه. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا مدام. الاستاذ فؤاد بيسلم عليكم كتير ووصاني اوصل لكم الحاجات دي. طب ممكن ابعت مع حضرتك شريط اسجله لبابا؟ طبعا جهزيه وانا تحت امركم. تحبوا امر عليكم امتى؟ بكره. لو ينفع بكره يعني. من عينيا. حاضر. بالمناسبه يا مدام، الاستاذ فؤاد وصاني اوصل لك المبلغ ده. جايلك نوم يا ضياء. اصحى. ايه اشرف، انت عايز مني ايه؟ ترد على سؤالي يا ضياء، انت قتلتني ليه؟ كانت لحظه ضعف سيطرت عليا. وانا يا ضياء يرضيك اللي انا فيه بسببك؟ انتوا طلعتولي منين؟ رد على سؤالي. سامحوني، انا قالوا لي ان انت اللي اخترت. في حد بيختار تضيع منه وبالسهل كده احلى سنين عمره؟ الا اذا كان مجبر. ضعفك وانانيتك وحبك للتملك ضيعوا حياتنا كلنا. انت وبقى يا بيه، وبقى بيسيب كل اللي حواليه. موتك راحه لينا كلنا. انت اللي زيك مش لازم يعيش، مش لازم يعيش. دمي على ايديك يا ضيع، دمي على ايديك وروحها هتفضل تحوم حواليك. لازم تدفع الثمن. لازم تدفع الثمن يا ضيع. وحياتك هي الثمن. لا لا، الساعة بقت 11 ولسه ما جاتش. متأكد انك سايب لهم خبر على البوابة انهم اول ما يوصلوا يجيبوهم على هنا؟ ايوه يا عبد الهادي، سايب لها تصريح بالدخول ومعها اتنين حسب ما طلبت مني. مين الاتنين دول بقى؟ هتصدقني لو قلت لك ما عنديش اي فكرة؟ يعني لا انت عارف هي جاية ليه ولا الاتنين اللي معاها دول مين، وقالق منامي في نص الليل ودلوقتي بتقول لي مش عارف؟ عبد الهادي ده سجن مش كافتيريا. معلش اصبر عليا شوية، اكيد زمانهم جايين وهنعرف منها ايه الحكاية. جماعة بتوع التصريح وصلوا يا فندم. خليهم يتفضلوا. اتفضلوا. انا اسف على التأخير. افهم بقى ايه الحكايه. والد ووالده السبعاوي. انت رحت جبتيهم البلد؟ ايوه، وكل مناهم يشوفوا ابنهم. ده بعد اذن سيادتك طبعا. صباح الفل. انما اقول يا بشاويش. بشاويش ايه دول؟ بلاط احمر. بص يا عم الرتب، هو مين اللي عايزني جوه؟
مين؟ معلش نسيت اساله ام مين. يا عم استبح الصبح وامشي قدام. ادخل. تمام فندم، المتهم بره. خليه يدخل. سبعاوي ابني. امي وابويا، انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انا كنت متصوره انك انت نفسك تشوفه زي ما هم كانوا عايزين يشوفوك، وخصوصا انهم كانوا فاكرينك مسافر. حرام عليك يا حرام، ليه بتعملي فيا وفيهم كده؟ حرام عليك انت اللي عملته في نفسك واللي بتعمله فيهم. انت مش حاسه قد ايه هم بيحبوك ومحتاجين لك؟ ليه يا ابني عملت في نفسك كده؟ هانت عليك سنين عمرك عشان ايه؟ الفلوس ده ملعون القرش اللي يجي على حساب حياتنا بني ادم. انا وابوك واخواتك محتاجين لك يا ابني، والفقر مقدور عليه ومحدش بيموت من الجوع. ليه تخيب رجانا فيك؟ بص ايدي كفاياكي. انا ما عملتش كده غير علشانكم انتوا. يا ابني احنا عايزينك انت يا سبعاوي، مش عايزين فلوسك. قول لهم الحقيقه يا اخي عشان تخلص وترجع لنا. قولي انك راجع لنا، انا وابنك محتاجين لك قوي يا ابراهيم، محتاجين لوجودك جنبنا. ان شاء الله ناكلها بعيش وملح، المهم تبقى بينا. فوق بقى يا ابراهيم، بصلي قولي انك راجع. ابراهيم ابراهيم الحمد لله على السلامة يا حبيبي، ألف حمد لله على السلامة. مدام كفاية كده، أديكي الطمنت علي، والحمد لله العملية نجحت شوية وهيفوق من بنج وهيبقى يا رب يا رب. إنما أنت إيه اللي خلاكي تفكري الفكرة العبقرية دي؟ أي بني آدم بيبقى جواه حتة طيبة بيسموها نقطة ضعف، وانا من مقابلتي مع سبعاوي اول مره حسيت ان نقطه ضعفه هي اهله اللي عشانهم من يأسوا قبل ان هو يبيع نفسه. والحمد لله احساسي طلع مظبوط، قدر الاب والام ان هما ياثروا عليه ويوافق ان هو يغير شهادته قدام النيابه. انما تفتكر ده مصيره هيبقى ايه؟ هيتحاكم بتهم التضليل العداله. اتفضلي. بس اعتقد ان المحكمه هتراعي ظروفه والملابسات اللي احاطت بالقضيه. اتفضلي. وبكده هيبقى الحكم مخفف كتير. مسكين، ما تتصورش اتأثرت قد ايه بمقابلته مع اهله. ده انتي اللي ما تتصوريش قد ايه بيزيد اعجابي بيكي يوم عن يوم. يعني بتيجي بقى نغير الموضوع. هو حرام يعني اني افضفض عن نفسي شويه واقول اللي جواه؟ في الظروف اللي احنا فيها دي يبقى حرام، افتكر ان في حاجات اهم. مساء الخير، تمر بحاجة يا فندم؟ تاخدي قهوة. اتنين قهوة مظبوط لو سمحت. تفتكر أبو العز هيعمل إيه لما يعرف إن سبعاوي رجع في شهادته؟ دي محتاجة سؤال برضه. أكيد طبعًا مش هيعديها على خير أبدًا، خصوصًا هو في حالة اليأس اللي هو فيها دي بعد ما قضيتي له على الأمل اللي كان عايش عليه. وإيه اللي ممكن يعمله؟ في اتنين دلوقتي بيمثلوا خطر جامد جدا على حياة ابو العز وحياة ابنه، انتي وابراهيم شطا. انتي عارفة ان مختار ابو العز ما بيعزش حاجة في الدنيا دي قد حياته وحياة ابنه. المفروض بقى ان انا اخاف؟ بص يا دنيا، رغم ان انا جنبك وان واجبي كظابط اني أأمن لك حياتك، لكن انا مش قادر امنع نفسي كانسان ليكي مكانة خاصة جدا في حياته اني اقول لك لازم تخافي. عارفة ليه؟ عشان بالبلدي كده من خاف سلبي.
جنسها ايه الست دي؟ جنسها ايه؟ دي لا بتكل ولا بتمل. حد فيكم يقول لي جنسها ايه؟ ومحدش فيكم يقول لي انها بشر، لان البشر بيخاف من الموت. البشر بتغريه الفلوس، ودي لا خافت من الموت ولا اغرتها الفلوس. والمصيبه الكبيره بقى انها ملهاش اي مصلحه في اللي بتعمله معايا. طبعا اللي بتعمله معايا ده مش هيفيدها باي حاجه، مش هيعود عليها لا ابيض ولا اسود. ساكتين ليه؟ قولوا لي هي بتعمل معايا كده ليه؟ اهدى اهدى يا باشا عشان نفكر هنعمل ايه. هنعمل ايه اكتر من اللي عملناه يا متر؟ هنقلع روسنا ونقف ندي عليها، ولا هتروحوا تعملوا لها عمل؟ في ايه يا باشا؟ ايه مالك يائس قوي كده ليه؟ محدش بيكسب على طول، كسبت جوله، الجولات اللي جايه كتير. مفيش وقت يا بني ادم. يا باشا حتى لو فاضل على المحاكمه دقايق، في ايدينا حاجات كتير قوي نعملها. زي ايه؟ نحاول نقتلها تاني؟ ليه لا؟ حس كده بقى انا انصرف، لان حوار زي اللي انتوا بتتكلموا فيه ده المفترض انا ما تواجدش فيه بحكم ان انا رجل قانون. شوف يا متر، مع احترامي ليك ولقانونك، القانون المطلوب دلوقتي هو اللي تغلبه لعبه. ده قانون غير معترف بيه، قانون غابة. رؤوف بقولك ايه، خليك انت في القانون المحترم بتاعك، سيبني انا بقانون الغاب اخلص ضيا والباشا من القضيه دي. اساتذه احنا مش في ندوه لمناقشه القوانين، اتفضلوا قولوا لي انا اعمل ايه. يا باشا احنا مش كان في خطه بديله مجهزينها؟ قول لي اجهز بيها ولا ايه؟ لو نفذناها انا متاكد ان احنا نكسب الجوله الجايه. مش فاهم تقصد ايه. لا معلش يا رؤوف، خليك انت كده، يستحسن تفضل ما انتش فاهم. ها يا باشا اجهز بالخطه ولا ايه؟ اعمل اي حاجه يا سلامه. على فكره يا باشا، ابراهيم الشبيح احتمال يرجع، ظهر في الصوره تاني وممكن يشهد معاه، بس اطمن انا عرفت مكانه. اطمن؟ الله، ده انا كده ضعت وضيعت ابني معايا. طبعا سلامة. بقول لك ايه، انا تحت امرك في كل اللي تطلبه مني، بس خلصني من اللي انا فيه باي طريقة. انا ماليش طلبات يا باشا غير ان انا انفذ اللي في دماغي واستمتع بيه. انا المرة دي هضربهم ضربة مش هيفوقوا من وجع.
أي يا بابا، وحشتني قوي يا بابا، وحشتنا كلنا. انت مش متخيل انا مشتاق لك قد ايه، مع انك ما بتفرقش خيالي لا ليل ولا نهار. عامل ايه يا بابا؟ يا رب صحتك تكون كويسه وتكون بتاكل كويس وتشرب كويس. هترجع امتى يا بابا؟ واوعى تقولي ان اجازتك كمان سنتين زي ما انا سمعت. مش معقول افضل محرومه منك كل ده. هو انا ما بوحشكش زي ما بتوحشني ولا ايه؟ عشان خاطري ارجع، ارجع ولو يوم واحد بس اشوفك فيه وترمي في حضنك. طلعت يا بس؟ لا لا يا ماما. مالك يا حبيبتي؟ لا ده انا كنت بسجل شريط لبابا عشان اديه صاحبه اللي جاي. وحشك يا حبيبتي؟ قوي قوي يا ماما. ربنا يقرب البعيد. وانتي ما وحشكيش؟ مين ما بتوحشوش سنين عمره اللي عاشها بحلوها ومرها؟ بيسلمي لي عليه. ما تقلبيش عليه المواجع. اخوكي فين؟ في الصومعه بتاعته. طب يلا كملي الشريط عشان نجيل صاحب بابا. ها ما تعيطيش. يا حبيبي تعالى يا حبيبي، يا حبيبي تعالى، وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا. يا مش برضو حضرتك هند؟ حضرتك بتتريقي ولا ايه؟ لا ابدا انا بتكلم بجد. انما ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ ها تعالي تعالي تعالي. ايه ده؟ كان فين ده كله مستخبي؟ ما انا طول عمري حلوه زي القمر، ايه اللي جد عليا يعني؟ ما طول عمري قمر مش كده؟ طول عمرك قمر، بس ايه اللي فكرك بنفسك؟ والشويتين دول عاملاهم لمين؟ لصاحب النصيب بقى لما يقول الاوان. هو هو مين؟ هو اللي خليك انت. إيه؟ انا هروح افتح الباب. طيب استني. مساء الخير يا أنسة هند، أنا جيت حسب الميعاد. وأنا في انتظارك، قصدي كلنا هنا في انتظارك. اتفضل يا أستاذ جمال. مساء الخير يا مدام دنيا. أهلا وسهلا، اتفضل. أنا كنت رايحة أعمل شاي، تشرب شاي ولا حاجة ساقعة؟ أشرب شاي. وحضرتك؟ زيه. حاضر اتفضل يا استاذ. البيت بيتك. اهلا، ازيك يا استاذ منور. اهلا بيكي. هو حضرتك بتدرسي ايه بالظبط؟ كشكول. نعم قصدي كشكول. كل المواد. حضرتك بتدرس ايه؟ لا انا محاسب، وبقالي اكتر من 10 سنين في دبي، ولسه مستلم شقه كنت حاجزها في المعادي، وعربيه جديده اخر موديل، ويتيم الاب والام، يعني مش ناقصني غير ال الايه الايه ايه العروسه. انسه هند، انت مرتبطه؟ انا لا مرتبطه ولا مخطوبه ولا متجوزه قبل كده ولا اي حاجه، ولا بحلم بحد ولا بفكر في حد حتى وانا نايمه بالليل. يعني اقدر؟ تقدر.
حقيقي يا نسا هند. طب اتكلم مع مين؟ الشاي. دنيا، الاستاذ عايز يكلمك في موضوع مهم قوي، بس وانت بتتكلموا فيه ما ينفعش ابقى انا موجوده، فانا هستاذن. خير يا استاذ جمال. السكينة اللي في ايد دنيا تتحط على رقبتنا من تاني. مش ممكن، مستحيل. اللي مش ممكن والمستحيل يا مدام حصل. دنيا قدرت تأثر عليه بعد ما راحت جابت له ابوه وامه من البلد يتكلموا معاه. عاوزة ايه مننا المجنونة دي؟ مش تسيبنا في اللي احنا فيه؟ لأول مرة أحس إن أنا عاجز، مش عارف أفكر ومش قادر أتصرف، مش عارف أعمل إيه. يعني إيه؟ ابننا يضيع مننا قدام عينينا وانت قاعد تتفرج وتقولي مش عارف اعمل ايه؟ ضيا سيبيها مدام، مفيش فايده بالكلام معاه دلوقتي. المهم جهزي انت جواز سفرك وشنطه هدومك بسرعه، يمكن تسافري معاه اذا لازم الامر. طب وانت؟ انا لا يا مدام، انا ما اتعودتش اهرب، ويانا اللي اسمها دنيا دي. منزلني ليه في وقت زي ده؟ عندي خبر ليكي بيتهيألي ان هو هيساعدك. مش شايفك فرحانه يعني. مشاعر كتير قوي ماتت جوايا من يوم اللي حصل ما حصل، منها الفرح والحزن. كل حاجه دلوقتي بقت بتتحسب بالعقل بس. يبقى على الاقل المفروض تقولي حساباتك على اساس ان انا هدخل السجن بعد ما سبعه ورجع في شغله. حاسباها من بدري كده كده هبقى خسرانه تمن السعاده اللي كنت بحلم بيها وانا مرات اشرف التوهيمي، بني ادم اللي حبني وحبيته، والارتباطي بيك ما كانش اكتر من تعويض عن خسارتي ليه. مش ممكن تكون الملاك البريء اللي انا كنت متصوره؟ انت ايه اللي حصل لك يا سهى؟ بتتكلمي ازاي بالطريقه دي؟ ومين اللي خلاني كده؟ مين اللي شال الفرحه من حياتي؟ مش انت والباشا والدك؟ كان اهون لي كتير ان انت تقتليني، تنتقمي مني، تاخدي بطارك. وضيع اكتر ما ضيعتوني. طب ليه؟ كل حاجه في الدنيا دلوقتي بقى ليها تمن، وانا هعيش وهقبض التمن. وقلبك يا سو؟ ملعون ابو القلب اللي يعذبني بالمنظر ده. مش قادر اصدق. انت مستحيل تكون البني ادم اللي انا حبيتها وقتلت عشانها. لا، انا سهى اللي اتعلمت على ايديك انها يوم ما تخسر ما تخسرش كل حاجه. متفكرش كتير، لا تتعب. خد سجارة. مبدخنش. احسن برضو، ولو انك كده عدم المؤاخذة هتخلي عيشتك في السجن صعبة. انت تعرف انا مين؟ في الحقيقة لا، بس انا شفتك في الميس وبعدين بشوفك هنا في الحوش في الفسحة. اهي دي عدم المؤاخذة غباوة منك. المفروض اول ما توصل هنا تعرف اصول القعدة، تعرف مين اللي ممكن يأذيك ومين اللي ممكن ينفعك، مين اللي ممكن يضرك ومين اللي ممكن يحميك. معلش سامحني المرة دي، 20 سجون بقى وبعدين دي أول مرة تسجن فيها. يبقى لازم تتعلم يا شقيق، وأنا عدم المؤاخذة اللي هعلمك. محسوبك فؤاد سنجة. سنجة؟ أيوة سنجة، ده اسم الشهرة عدم المؤاخذة، وإن سألت علي أيتها واحد في السجن هيقول لك انه مسجل خطر. ايش جرايم اعتدى على النفس؟ وايش بلطجه؟ انعم واكرم. 17 سابقه وشرفك،
وثلاث مرات اعتقال، واخيرا ربنا كرمني وتاب عليا وخدت تأبيده. فالراجل اللي جبت اجله بالسنجه وغلاوتك ما كنت اعرفه ولا كان يعرفني. طب وليه رز يا جدع؟ ناس دفعوا لي فيه فلوس كتير، اقول لا؟ لا لا لا, لا, لا ده طبعا. شوف يا ابن الناس، الدنيا دي اصلها ارزاق، والرزق بينادي صاحبه. عندك انا مثلا مش واخد تأبيده وملقح معاك جنبك اهو في السجن، تقول ايه بقى لو قلت لك اندفع لي مبلغ كبير قوي اكبر من اللي اندفع لي في الراجل اللي جبت اجله بالسنجه؟ وهتستغرب اكتر لما تعرف مين اللي اندفع لي في الفلوس دي كلها. مين؟ حد اعرفه؟ انت يا خفيف، بس الشهاده لله طلبوا مني ما نفذش الا لما ترجع في كلامك وتغير اقوالك في النيابه، وانا عشمي فيك كبير يا صاحبي انك تطلع راجل جدع وترجع في كلامك قدام النيابه وما تضيعش السبوبه. يا جدع ما تخليش قلبك اسود وقول لي مبروك على القرشينات. امال عموما انا هسيبك تفكر براحتك، انت هتروح مني فين؟ بالاذن. اشهد باني هقول الحق في شبابي وشيبتي.